أقامت الكنائس الرسولية في الأردن قداديس احتفالية بعيد الميلاد المجيد، وتضمنت الطلبات الصلاة من أجل القدس وإحلال السلام في العالم. كاميرا نورسات الأردن شاركت عدداً من الكنائس الرسولية احتفالاتها الميلادية. وظهر ملاك الرب للرعاة مبشراً إياهم بفرح عظيم: قد ولد لكم مخلص وهو المسيح الرب. تحتفل الكنائس الرسولية بعيد الميلاد المجيد بإقامة القداديس الإلهية، حيث ترأس سيادة المطران مارساويريوس ملكي مراد النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في الأردن والقدس قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة مار إفرام للسريان الأرثوذكس بعمان، بحضور عدد من الكهنة والشمامسة وجموع من أبناء الرعية. كما احتفل أبناء الرعية في كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية بصلاة عيد الميلاد التي ترأسها القس سامر عازر راعي الكنيسة. ومن هنالك من المقدس وبوجود رؤساء وممثلي الكنائس المسيحية في القدس جددوا البيعة للهاشميين للرعاية وللوصاية على المقدسات تلك البيعة. وفي مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في أم السماق أقيم قداس عيد الميلاد المجيد لأبناء الرعية الكلدانية، ترأسه الأب زيد حبابة بمعاونة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة، بحضور سعادة سفيرة العراق لدى الأردن صفية سهيل وعدد من أعضاء السفارة وجموع من المؤمنين، حيث أحيت القداسة جوقة رعية الكلدان بترانيم الميلاد. كما احتفلت رعية كنيسة مارلياس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة جبل الحسين بقداس العيد المجيد الذي ترأسه قدس الأب مودي هنديلي راعي الكنيسة بمشاركة عدد من الراهبات وجوقة الكنيسة. وترأس الأب عماد الأطوال قداس عيد الميلاد بمعاونة الأب سلام حداد في كنيسة قلب مريم الطاهر للاتين في الفحيص بمشاركة جموع من أبناء الرعية والراهبات والمؤمنين. واحتفلت رعية السريان الكاثوليك بقداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة اللاتين العلالي في منطقة الفحيص، حيث ترأس قدس الأب زهير جيكي القداس بمشاركة جموع من أبناء الرعية.